مايسترو كالعادة بنبدأ بسؤال الحلقة، هل بتعمل اللي بيريحك؟ أي حاجة بتيجي في بالك كده بتعملها؟ أي خطوة أنت عايز تاخد هذه الخطوة بتقدم عليها من غير ما تفكر في كلام الناس، ولا أنت دايماً حاطط كلام الناس قدامك وبتفكر فيه وبتشوف الناس هتقول إيه، وهل حد هينتقدك ولا لأ، وهل تصرفك ده هيعجب الناس ولا لأ؟ ده سؤال حلقتنا. خلونا نبدأ مع بسنت نشوف. اي حاجه بتيجي في دماغها بتعملها؟ لا طبعا لازم تراعي الناس. لا لا بتراعي المجتمع. بس هي شخصيات يعني، في ناس تقول لك ايه كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، وفي ناس تقول لك لا كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك. فاهم قصدي؟ وهي فعلا الناس عايزه ايه محدش عارف يعني. طب هي الناس فعلا معاييرها مختلفه دلوقتي، بالذات ان احنا بقينا في المجتمع مختلفين فكريا يعني، بالذات حتى تقسيماتنا للاعمار او الشريحه العمريه بقى فيها اختلاف. مش عارفه يقول لك ميلينيالز وجنزي ومش عارفه ايه، كل واحد من الشريحه دي بيفكر في اجيال. طبعا بالظبط، اجيال مختلفه، فكل واحد من الشريحه دي بيفكر بطريقه مختلفه. لو هتكلم عن نفسي انا، لا طبعا اكيد بعمل اللي يريحني، لكن اللي يريحني ده لازم يبقى في السياق او في اطار ما يفرضه المجتمع. فاهم قصدي؟ جميل. لانه في الاول وفي الاخر انا مش عايشه لوحدي في الدنيا، انا حواليا ناس، لازم ابقى متاكده ان انا ما باذيهمش في اللي بيريحني ده، او ما بعملش حاجه مثلا تتعدى على حريات الاخرين ايا كانت ايه هي. لكن في الاول وفي الاخر اكيد 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 راحتي النفسيه مهمه جدا جدا، طالما هي ما بتتعداش على زي ما قلنا حقوق الناس التانية. مهم جدا ان احنا نبقى عندنا ادراك او وعي بفكره الناس اللي حوالينا وايه اللي ممكن يضايقهم مننا وايه، وفي نفس الوقت نعمل اللي بيريحنا. يعني ممكن نوزن الامور ونبقى متوازنين في قراراتنا وفي اختياراتنا اللي بنعمله في حياتنا عامة. مهم ان احنا دايما ما نتكبرش على النصيحة، ما نتغرش على قد ما نقدر، ولما حد يقول لنا كلمة نعرف ان احنا نفلتر الكلام او نعمل كده، يبقى عندنا القوة النفسية الكافية انه لما حد يجي مثلا ينتقدني في ايا كان ايه هو، بس انا بعمل حاجة معينة مريحاني مثلا مبسوطة بيها ايا كانت ايه هي، سواء شغلي او رياضه معينه او ايا كانت، بس مثلا حد يجي يقول لي يا بنتي ركزي في بيتك، يا بنتي مش عارفه ايه، النوع ده من الكلام اكيد مش هعمله، اكيد مش هفكر فيه، واكيد هيبقى عندي القوه النفسيه الكافيه ان انا اعمله بلوك واعمله فلتر. لكن لما حد يجي ينصحني نصيحه مثلا معينه، مثلا انت محتاجه تلتزمي في حاجه معينه، انت محتاجه تعملي حاجه معينه، اكيد ساعتها لو انا حاسه مقصره فيها هفكر في ده، وساعتها ابتدي اشوف لو انا محتاجه اعمل ده ولا لا. فهنا هبتدي اشوف هل انا مضايقه حد، فهنا باثر على راحه غيري. صحيح. ولا لا؟ انت بتعمل اللي بيريحك ولا بتفكر في كلام الناس؟ برضو اعتقد ان نفس الاجابه، بعمل اللي يريحني في اطار المجتمع اللي انا عايش فيه. يعني اولا انا قرارات كلها باخدها من دماغي غالبا يعني، ممكن اسمع كلام الناس وابتدي اشوف هل هو متوافق فعلا مع افكاري ومبادئي ولا لا، لكن في النهاية أنا اللي باخد القرار بتاعي يعني لأي موضوع أيا كان، سواء أسري أو حاجة شخصية أو كده. لكن فعلا زي ما أنت بتقولي لازم نراعي الناس، أنت حر ما لم تضر يعني. أنت بتعمل اللي أنت عايز تعمله، مفيش أي مشكلة طالما اللي بتعمله ده مش هيترتب عليه ضرر للناس، ضرر للمحيطين بيك، ضرر لوطنك، ضرر لمجتمعك. أنت من حقك تعمل أي حاجة أنت عايز تعملها، لكن في النهاية أنت مش هتقدر ترضي كل الناس، لأن ده إرهاق نفسي كبير جدا عليك، والتفكير في كلام الناس ده دايما هيرهقك بشكل كبير جدا، وهيزعزع ثقتك بنفسك، وهيأثر عليك، لان انت قاعد عايش عمال تفكر يا ترى الناس هتقول ايه. طيب انا لو نزلت رحت مش عارف ايه، ده ممكن يقولوا ده جاي، عشان طول ما انت قاعد بتفكر في كلام الناس انت لا هتقدم ولا هتأخر، لان كلام الناس لا بيقدم. كنت لسه ولا هقول لك الكيو بتاع الاغنيه. ايوه. انت امتى حسيت في حياتك او في سن ايه حسيت ان انت انا هبتدي اعمل اللي يريحني؟ لانه خلي بالك برضو في ناس كتيره قوي لما بتعمل طول حياتها اللي بيريح الناس اللي حواليها، بتيجي عند وقت معين تقول لك لا خلاص انا عايز اعمل اللي يريحني. ده من قريب هي مرحله نضج. طبعا طبعا كنت في الاول باخد بالي من كلام الناس واقول لا ده هيقول وده هيفكر، لكن يعني بقى لي فتره فعلا اقول مثلا 10 سنين كده وصلت المرحلة من النضج، لا انا مش فارق عندي هو هيقول ايه او مش هيقول ايه، طالما اللي بعمله ده مش غلط، طالما اللي بعمله ده في مصلحتي ومصلحه مستقبلي، لا انا هعمله. يعني في بيت شعر بيقول ايه، ضحت فقالوا الا تحتشم، بكيت فقالوا الا تبتسم. فانت كده إيه؟ كده فانت كده كده مش هتقدر ترضي كل الناس. وطول ما انت قاعد بتفكر في ارضاء الناس انت مش هتتقدم. فطبعا اعتقد ان كل واحد لازم
يختار لنفسه الحاجة اللي تريحه، يعمل الحاجة اللي هو عايز يعملها براحته، لكن في نفس الوقت يفكر في تقاليد المجتمع اللي هو عايش فيه. مبادئه أهم حاجة، إنك ما تبقاش بتخالف مبادئك. أنت عندك مبادئ، عندك حاجات اتربيت عليها، دي اللي تحكمك وانت بتختار، دي وانت بتقدم على خطوة تفكر فيها، إنما ما تفكرش في كلام الناس، لأن أنت لو فكرت في كلام الناس مش هتعمل أي حاجة، لأن مش كل الناس هتوافقك يا وسام. حقيقي أنا بتفق معاك تماماً. الناس مختلفة زي ما اتكلمنا، والناس حتى لو أنت عايش في نفس العمارة، في نفس العيلة، في نفس الشارع، هتلاقي أنت ليك أفكار معينة وغيرك ليه أفكار تانية مختلفة، بتتصرف بطريقة معينة، حتى وصفات الأكل هتلاقي نفسك أو حضرتك بتعمليها بطريقة معينة وجارتك بتعملها بطريقة تانية، فإحنا مختلفين وربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده إن إحنا مختلفين. لكن مهم جدا ان انا اعمل اللي يريحني ويرضيني ويرضي ضميري طول الوقت اكيد، لكن في اطار مجتمعي ابقى انا براعي فيه الناس اللي حواليا، لانه تاني انا مش عايشه لوحدي في الدنيا، انا عايشه وسط مجتمع، قراراتي ممكن تاثر على الناس اللي حواليا ايا كان عيلتي مثلا، زمايلي في الشغل، فايا كان في قرار هاخده. راينا والنبي يا بسنت برعيكوا جدا. انا برعيكوا جدا. يعني مثلا لو انا عندي يعني قرارات معينه محتاجه اخدها في الشغل، انا لازم اراعي زمايلي وهكذا في عيلتي والحاجات دي كلها ترجع لنا برضه. فلازم ان انا ابقى بفكر دايما في الناس اللي حواليا، لكن في الاول وفي الاخر اكيد مش هعمل غير اللي بيريحني وبيرضيني ويرضي ضميري. وزي ما انت قلت يعني، وكان طبعا الفنان الكبير جورج وسوف قالها، في الاول وفي الاخر كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. لو انا اهتميت بكلام الناس، الكلام ده وحطه تحت كلام 100 خط، انا عمري ما هعمل حاجه في حياتي، عمري ما هتقدم، عمري ما هنجح، عمري ما هنتج. الناس طول الوقت عندها ليميتيشنز معينه او قيود معينه فكريه في حياتها هي حطتها لنفسها، فممكن تبقى طول الوقت بتحط القيود دي او بتمارس هذه القيود على حضرتك، فانت مش محتاج خالص انك تسمعها. لو انت حاسس ان انا عايزه اتقدم في شغلي او اعمل حاجه معينه، او انا اقدر اعمل الشغلانتين دول، يعني الحاجات اللي انا ما بحبهاش خالص هي صاحب بالين كذاب. لا، صاحب بالين مش كذاب، ولا صاحب ثلاثه منافق، وتقدر تعمل النهارده في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده حاجتين وثلاثه واربعه وتنجح فيهم وتنتج فيهم. فهنا مثلا ما تسمعش كلام الناس خالص، واعمل اللي يريحك واللي يرضيك واللي بيمليه عليه ضميرك، طالما تاني انت ما بتأذيش شغلك اللي انت بتعمله اللي انت معتمد عليه، وما بتأذيش زمايلك او ايا كان انت بتمر بيه. طيب ده سؤالنا، خلينا نشوف الناس بتفكر في كلام الناس. السؤال ده عامه من الحاجات اللي هيبقى فيها افكار كتيره قوي وتجارب حياتيه كتيره قوي، فانا متحمسه قوي اعرف. طبعا هتحكي مواقف طبعا، يعني خدت راي حد مثلا في حاجه، او كانت هتفكر تعمل حاجه لنفسها وتراجعت لمجرد ان الناس هتقول عليها ما اعرفش ايه. ده سؤالنا الموجود، هل بتعمل اللي يريحك ولا بتفكر في كلام الناس؟ في انتظار اجابات حضراتكم طبعا على سؤال الحلقه الموجوده على فيسبوك، عشان نستعرض هذه الاجابات في حلقه النهارده. من صباح لحضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.